سلام خوتي خواتاتي، لاباس عليكم؟ اموركم بخير؟ نتمنى ان شاء الله يوصلكم هذا الفيديو تكونوا باحسن الاحوال كما العاده. عيد مبارك سعيد، تعيدوا وتعاودوا ان شاء الله بالصحه والسلامه وطولة العمر، وباش كتمنوا لاحبابكم اجمعين. انا كنعيد عليكم كاملين واحد بواحد، اللي كيعرف تنزاره واللي ما كيعرفهاش، العائله ديالي كاملين. بغيت نقول لكم توحشتكم بزاف بزاف بزاف، عائلتي الصغيره وعائلتي الكبيره، ما كتبش نتشوفو. ان شاء الله نتمنى من الله هاد الازمه تدوز ان شاء الله يا ربي، حيت بصح توحشنا الجمع ديال العائله. وهذا تقريبا 5 شهور ولا 6 شهور زائد المده اللي ما شفتكمش، ما سهلاش. ما عندنا ما نديرو الصبر. وكما كتشوفوا معايا، جيت نشارك معاكم الحويجات اللي علمتني الحاجه زهره اللي هي الام ديالي، الله يطول ربي في عمرها. وبغيت نشاركها مع لي بالخصوص للبنات اللي ما كيعرفوش ينقيو الدواره من اليوم، ما غتعودوش تلوحوها حيت ساهله مهله، دغيا دغيا خاص غير تشجعوا، ما تكونوش كتعيفوا، يعني داكشي عادي. وطبيعه الحال عندي الروينه ديال الرحيل كما كتشوفوا، باقا ما نقادت حتى حاجه، حطيت سدادري علاش؟ حيت رحلت قبل ليله وحده العيد، يعني كانت عندي تماره مدوبله كما كتشوفوا. والله العظيم رحيل ما ساهل، جبنا الحولي بخصوص باش عرفنا الحجر الصحي، مشينا مشى في الليل جابو وجا من العروبيه. طبيعة الحال من بعد ما ذبحناه وسلخناه كما كتشوفوا، غنمشي نوريكم الطريقه ديال التنقيه ديال الدواره اللي هي اهم حاجه. بزاف البنات كهضرت معاهم اغلبيه كيقول كنلوحوها ما كناكلوهاش، ما هي زوينه بالنسبه ليا انا، حتى انا ما كناكلهاش، ولكن الزوج ديالي كتعجبو. وما كاينش لاش الضايع غير اللوحه، ولا كاين اللي كتعطى للام ديالها كاين، ولكن راه سهله البنات. بالنسبه كما كتشوفوا معايا المصارن، بسم الله كنعزلوهم على الشحمه ديالهم سهله. بداي من ما بغيتي تمشي بالضروره تقلبي على الراس، حيت هو راه باين الاول ديالو، الاخر كيكون واحد الماعي غليظ اللي هو ما كيتحتاج. حنا كنسميوه بوبا نيطا، اللي هو كيتعمر. كاينين الناس اللي كيحتفظوا به كيعمروه، كيجي هو اللي كيعمروا به، ما يعرف اللي كيتبع عند الجزار بحال الطيحان، كنقولوا الطيحان الكبير، راه هذاك هو اللي كيعمروه حصوصات كبيره. كتعمريه بالكفته ولا شي حاجه، هو هذا اللي هزه في يدي، كتقطعيه هذاك الكبير. من بعد كيوليو مصارن الصغار، هذوك المصارنات الصغار راه الطريقه باش كنوريكم، هيا غير كتهزي كيبدا يتسلخ على ديك الجلده. انا من بعد ما عزلت الدواره بوحدها حيدتها، غنحيد الدواره وغيبقاو لي غير المصارن. طبيعة الحال انا البانيو مستعمله غير البانيو ديال بنتي، البانيو الاصلي كان عندي تهرس وما عنديش الوقت كما سبق لي وذكرت لكم على عندي الرحيل وعندي الروينه. باقي ان شاء الله البنات نجيكم بحويجات زوينين. ها انتم كما كتشوفوا غنحاول نقلب على الراس، ولا ما لقيتوش غنبدا من الوسط وصافي نحاول نفكو. وها انتم كما شفتوا يدي الاخرى كنحاول نضغط وغير بشي باش ما يطرطقش ليكم، وفي نفس الوقت نحط في واحد الطاسه اخرى هذاك الشيء اللي هبط. شتي كما كتشوفوا انا كنحط في واحد الطاسه، انا بحكم غير التصوير يعني على قد الحال، المهم راه باينه الطريقه. كتضغطوا الوسط بيديكم وكتبقاو في نفس الوقت تهبطوا هذاك الوسخ اللي كيكون في المصارن. هادو بالنسبه للمصارن اللي ما كيكونش فيهم الشحمه. طريقه سهله، هي باينه واضحه البنات. مع الماء كاينه واحد الطريقه اخرى، انك تعرضي للفم ديال الروبيني. انا هنايا حيت طلعت للسطح ما وصلش الماء، حيت ديجا دائما كيقطعوا الماء في العيد الكبير عندنا هنا، يعني دي بانيت كتخليه الفم ديالو، ولا ما لقيتيش قطعي اي واحد وديريه في الروبيني، راه كيتسرس بوحدو، غير هو ما تخلطيش داك الوسخ، ما يعاودش يهبط على المصان، حيت كيبقى داك الفرفت داك التفرتيت ديالو لاصق في المصان، صعيب شويه باش يتحيد، خصوصا هذوك اللي كيكون فيهم الشحمه كيلصق. من بعد هادوك الاخرين اللي كيبانوا لك فيهم الشحمه واللي كيكون فيهم داك الفرت باين، يعني كيكون دوك الكويرات الخروج ديال الحولي، غنحاولوا اننا نديروا نفس الطريقه اللي قلت لكم ديال الروبيني، راه كيمشي دغيا. ولا تعكس لكم ضروري تحل بالمقص باش يتنقى مزيان، المقص ولا الموس، يعني من الوسط كتخشي وكتديري. حنا اهم حاجه يما انهم المصارن خاصهم ضروري البنات يتقلبوا، راه لما تقلبوش كيجيو مرين وما كيتحيدش منهم داك الوسخ، يعني كيبقى. اغلبيه انا كنت سولت البنات ما كيقلبوهمش، انا الام ديالي علمتني انني نقلبهم وكنضفروهم. اللي بغات الجديد
من بعد علاش لا نعطيكم الطريقه ديال الجديد، راه سهله البنات. غير هو كما كنقولكم ما تخليوش منه الشمس باش ما يدودش ليكم. البنات بزاف قالوا لي كيدود لينا، تيدود لكم حيت كتخليه في الشمس، يعني ما كيبقى في الشمس مده طويله، سينو كيتكون منه داكشي. يعني اللي بغات دير الكرداس تحاول تنشفو هو محلول شي شويه عاد جمعو، وينشف في الظل، تكون ينشف في الظل ما ينشفش منه للشمس. هذا هو دي البنات، هذا ديال الشحمه، هندخل فيه الموس وغنحلو حيت فيه الشحمه، ونحاولوا ما نقيسوش الشحمه بداك الوسخ. انا ساليتها البنات، هاي ساليتها دغيا دغيا، يعني ما كنشدش فيها الوقت. بالنسبه للدواره نوريكم الطريقه كيفاش درتلها. كنحلها من واحد الجنب ياك، وكنعمرها بالماء مزيان من جنب واحد، ومن بعد كنتقبها من واحد الجهه، وكيهبط داك الوسخ كله في السطل ديالنا. من بعد البنات هادو المصارن ديالنا وبوكور، ما عرفتش انا شنو كتقولوا ليه، المهم داك اللي كيكون عامر مزيان. حاولوا البنات تردوا البان مزيان مزيان لهذا، حيت شويه صعيب في الغسيل، خاصكم ضروري تغسلوه تحت الروبيني، واهم حاجه انه ضروري خاصو يترقد باش ما يجيكمش الزفر، وحنا تنعرفوا الغنمي شويه ريحته مجهده. غنحاولوا نديروا الملحه والخل كما كتشوفوا، وغنقلب المصارن ديالي. من بعد ما غنصوب الدواره، دابا خليت الملحه والخل، غنخلي واحد شي شويه ومن بعد نرجع لهم. هنا الدوارة البنات غندير لها الماء سخون بزاف، يعني يطيب مزيان، وحاولوا عندك وتحرقوا يديكم ردوا البال، وكتضيفوا شويه الخل في البلاصه البنات، كتهبط لكم بلا ما نستعملوا الجير وداك التخربيق اللي ماشي صحي، ولا الخميره الكيماويه، يعني داكشي ما انا بالنسبه ليا يعني غير الخل. وكتخليها ماشي حتى كتخليها، يعني ها نتوما غتشوفوا غير بيدي، يعني بلا موس بلا والو. نبقاو نعاودوها شي جوج مرات ولا ثلاثه المرات، يعني لا برد عليها الماء وما كتبقاش تسلخ لنا. ها نتوما كما كتشوفوا دغيا دغيا كتحيد البنات، يعني ما كاين حتى شي حاجه صعيبه عليكم البنات، دغيا كتحيد، كتخليها غير واحد ما كاملاش واحد القسم، دغيا دغيا غتبقاي تصبري شي شويه للسخونيه، يعني بطبيعة الحال ردي البال لسميتو باش ما تحرقيش، وكتعاوديها حتى تولي لك بيضه على حسب شكون واحد شنو كيبغي. انا ما كنبغيش نغسلها مزيان يعني ما تبقى فيها حتى شي حاجه، يعني تولي رطبه، كنخلي فيها واحد شويه ديال داك التفرتيت. انا ما كناكلهاش، وكي الزوج ديالي كيبغي هكاك، يعني ما كنغسلهاش كما كيقولوا 100% حتى كتبيض. وهي راه كتنفع اللي بغات دير بينها الكرداس، يعني دوك الكميمسات، تحاول تقطع طروفها مستطيلين يكونوا طوال، ومن الاحسن انها تخليها بهذا الشيء ديالها، يعني ما حيت غتيبس لها الا بقات بهذا الخش اللي كنطيروه هنا، ما عرفتش شنو نقول لي ليك شحال وحده كتقول لك الوسخ هذاك. الا طيرتيه الكرداس ما كيجيش الصراحه الله زوين، الكرداس كيبغي الدواره تكون هاك. اللي بغيت ديري لها غير الخل والملحه راه ما كتبقاش فيها الزفوره، ما تخافي والو. اللي بغاتها كتقليه راه كدير هذه الطريقه. نمشيو البنات نوريكم الطريقه ديال قليب ديال المصارن. كتشدو سفود، ها نتوما كما كتشوفوا راه ماشي كنتقبو، ما كنتقبوش، غير كنحطو السفود فوق منه بهذه الطريقه هذه، وكنجيب جهه اخرى وكنحطو، راه ما كنتقب ما كنتقبش، وكنحاول ندير انا السفود تقريبا حطها في الوسط ديال الكرسي، ولا كنكاليه بشي حاجه، وكنحاول نمشي غير بشي شويه ونهز يدي للفوق، يعني ما نتبعش السفود لتحت. البنات هنا راه انا دايره الملحه والخل كما كتشوف، راه طريقه سهله البنات، يعني خاص غير الولف. المهم كديري حتى السفود كيعمر مزيان مزيان، وانا عاودت معكم الطريقه المره الثانيه البنات. كما قلت لكم ما كنتقبوش المسرنات ديالنا، غير كنقلبهم، يعني كتحطيه في الثنيه الاخرى ديال المصران وكتدخليه بالسفود، وحاولوا ان المصران تهزوا تعاونوا بيديكم للفوق باش ما يتثقبش، حيت حنا عارفين السفود كيكون ماضي من الاول باش ما يتقطعش، منين تشوفوا يقدر يديرنا نهزوا المصران فحال بهذه الطريقه هذه، وراه كتشوفوا من فوق يعني منين كيبدا يعمر السفود
راه طريقه سهله يعني، راه واضحه كيفاش نقلبوا المصيرنات يعني. من اليوم ما كاينش شي وحده تقول لي لحتهم ما كيعجبونيش ولا ما كنعرف لهمش. طبيعه الحال ممكن نحتفظوا بها حتى ولو كنا ما كناكلوهاش، حتى انا ما كناكلوهاش، ولكن نقدروا نحتفظوا بها. علاش تضيع؟ احتفظوا بها الا جا عندنا شي حد، علاش لا ما نديروهاش ليه؟ كيجيو ديكور ديالها زويونه البنات، حيت انا كنضفر المصيرنات ها انتما كما شفتوا كنقطع منين، ولكن كندير المصران طويل بزاف يعني باش تبان لي الضفيره زوينه. كما قلت لكم ممكن ديروا هاد الضفيره ها انتما باش تعرفوا راه تقلب، كيكون الداخل ديالو اصفر وعلى برا ابيض. شفتوا البنات ها هو تقلب. طبيعه الحال كما سبق لي قلت لكم خاصكم تبدلوا الماء جوج مرات، ديروا المره الاولى الملحه والخل وتشللوهم تخلوهم يستقطروا، ومن بعد عاوتاني منين تقلبوهم ديروا لهم الملحه والخل وتضفروهم وتخليهم واحد شويه وتشللوهم مزيان. بالنسبه اللي بغات ديروا جديد راه مزيان لها ديروا طويل، يعني الضفيرات كيجيو زويونين حنا عارفين منين كيبسوا، ولكن يبسوهم في الظل ما نلبسوهمش البنات الشمس حاره، خصوصا اللي بغات دير الكرداس تحاول ما بامكان انها ما ولا ديروا فريكو حيت الجو سخون بزاف راه كيدود. ردوا البال يعني راه كيدير الدود، حاولوا نديروه في الظل وفي الليل ما نخليوش ينزل عليه هذاك النضه البروده ديال الليل باش ما يغمالناش وما يطلقش الدود، يعني نغطيوه. من بعد البنات ما درت ليه الملحه والخل المره الثانيه غنضفرو بالملحه والخل، يعني راه باقي شوفوا الطريقه اللي كنديرو هكا. هانتوما كما كتشوفوا الطريقه ديال الضفره، كنجيب جوج صبعان وندخل ونشد من الجهه الاخرى. كنتمنى تكون واضحه لكم يعني بلا ما كندير لا عقده لا والو، يعني كنبدا غير من الاول وانتي غاده بالضفره كيجي زوين البنات. انا قلت لكم لا بغيتو ديروا القديد ديال اللي كيدار في هادو المصانات، كيجيو مع البيض في الفطور غزالين، يعني كتخليهم شويه في الماء على بد ما كيتطلقوا وكتقردوهم وكتزيدوا عليهم البيض، يعني كتقردوهم طريفات صغار بالمقص كيجيو فني وتجي ديك الضفيره باينه زويوني زويونه. بالنسبه ليا انا القديد كنديرو كي القديد كي الكرداس راه نفس سميتو، غير الاخر كيكون مجموع كميمسات فيه الريه، والقديد ما كيكونش كيكونوا طرفات اللحم. كديروا البنات غير الثومه، انا كندير الثومه ملح والخرقوم البلدي، ما ديروش الخرقوم العادي، نديروا الخرقوم البلدي والقزبر يابس والملحه فقط، وتخليو ليله كامله يشرب ومن بعد نشرب. نتمنى البنات تكون فكره وصلاتكم. ودابا من بعد البنات هذه الكبده ديالنا كنشدوها احنا كنصهدوها شي شويه، يعني ما كنخليوهاش طيب مزيان كما كتشوفوا الزوج ديالي كيقطعها، ولكن راه كيما يعني راه ما طيبش 100%. من بعد حنا هذه هي الطريقه ديالنا، ما عرفتش واش كل شيء، حيت كاين اللي كيدير الكبده خضراء ما كطيبش مزيان، يعني حنا كنديروها الطريقه ما كتشدش الوقت وفي نفس الوقت كتجي زوينه. هذه الطريقه اللي حنا خديناها من الوالدين، كنشدو كنقطعوهم طريفات مربعين، يعني ما يكونوا صغار بزاف باش ما تيبسش لنا، وما يكونوش كبار باش يطيبوا لينا. يعني كما كتشوفوا راه من الداخل باقا شويه خضراء، وغنشدو كنديرو مربعات وكنزيدو عليهم التبزيره اللي كلشي كيعرفها، الكمون، التحميره، شويه ديال البزار بطبيعه الحال والملحه، وكنخلطو مزيان داكشي ديالنا ودغيا كتشرب الكبده. ومن بعد عاوتاني كنقطعو نفس الطريقه، كنقطعو الشحمه ديالنا على حسب كل واحد واش كيبغيها ملفوفه مزيان ولا كيبغي غير طبقه وحده ولا كتعجبو الشحمه، يعني كتجي غزاله. هذه الطريقه اللي خدينا حنا من الوالدين، كل واحد وشنو، كاينين اللي عندهم عادات كيديروها مسلوقه، كاين اللي كيديروها مخلطه مع الدواره، حنا لا كنديرو بولفاف اللي الاغلبيه كيديرو، وهي الطريقه ديال الشحمه كما كتشوفوا كنقطعو مستطيل وكنبقاو ندورو. ضروري البنات ديروا تزايره فيها كتجي زوينه، كيجي عندها واحد المذاق. ومن بعد كنبقاو ندور نعمروا السفدات ديالنا، في نفس الوقت كيكون الفاخر واجد ما كتعطلش، يعني ما دغيا دغيا كيطيب حيت ديجا حنا مطيبينها.
وردوا البال حيت الشحمه كدير العافيه. خلي وحداكم واحد الكاس ديال الماء باش منين تبقى دير العافيه هكاك تهزوا وتبعدوا وجهكم بطبيعه الحال وترشوا، حيت لما رشيتوش الماء راه ما كتهدنش ديك العافيه مع الشحمه. وكنتمنى لكم عيد مبارك سعيد، وانا شاركت معكم بعض الشهوات اللي كنديرو حنا في النهار الاول، وكنحيدو علينا التمارة بطبيعة الحال من بعد ما نكونو شوطنا الراس والكرعين داكشي، نحيدو علينا التمارة كاملة في نهار واحد كما كتشوفو ها هما كيتشواو، ومن بعد غناكلوهم بصحتنا وراحتنا وتعيدو وتعاودو ان شاء الله بالصحة والسلامة وطول العمر. ولهلا يخطيكم عليا، وما تنساوش دعموني باقا محتاجة ليكم، ولهلا يخطيكم عليا. عيد مبارك سعيد بالصحة والسلامة.